قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة. وأوضح رشوان أن دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر معبر رفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى معبر العوجة، من شأن تسهيل وتسريع وصول الشحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود 60 إلى 80 شاحنة يومياً. وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل للقطاع يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألفا بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي، مشيرا إلى أن حجم المساعدات الطبية إلى غزة بلغ 3866 طنا والمواد الغذائية بلغ 22799 طنا وحجم المياه بلغ 13936 طنا بالإضافة إلى 5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى و48 سيارة إسعاف. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد زايد مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء. دكتور خالد تحياتي لحضرتك. يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى كل الأستاذ المشاهدين. كيف استعد الهلال الأحمر بشمال سيناء لزيادة عدد الشاحنات التي يتم إدخالها بشكل يومي إلى قطاع غزة وكذلك زيادة كمية الوقود والغاز المنزلي؟ والله يمكن احنا من بداية الأحداث واحنا في تصاعد مستمر لوتيرة العمل ومن خلال الاستعدادات المتطوعين والتنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية سواء من زملائنا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو من الجهات الأمنية المختصة ولإدخال المساعدات. يمكن زي ما ذكرت حضرتك ذكرت في التقرير إنه في زيادة في وتيرة المساعدات، يمكن بدأنا من يوم 8 أكتوبر في 2 طن، ثم بدأنا من يوم 21 في زيادة الأعداد إلى 20 شاحنة تزامنا مع مؤتمر القاهرة للاستلام اللي حصل في القاهرة، ثم بعد ذلك وصلت عدد الشاحنات إلى 100 شاحنة في اليوم، ثم مع الهدنة وتطبيق أيام الهدنة وصلت عدد الشاحنات لأكثر من 240 شاحنة في اليوم، ثم عاد العدد للانخفاض بسبب الأوضاع الأمنية الموجودة على الأرض إلى ما يقارب المئة شاحنة. ثم بعد مفاوضات من الجهات السيادية في الدولة والجهات المختصة تم السماح بالعبور عبر معبرين وهما معبر العوجة ومعبر كرم أبو سالم، وهذا أدى إلى زيادة عدد الشاحنات إلى متوسط من 140 إلى 180 شاحنة في اليوم. كيف يتم تأمين هذه الأعداد الكبيرة من الشاحنات، خاصة الشاحنات الخاصة بالوقود في ظل الظروف التي يعاني منها قطاع غزة، الحرب التي يتعرض لها؟ ويمكن خلينا أشكرك على السؤال لأنه ده بيمر بمرحلتين، المرحلة الأولانية وهو وجود أعداد كبيرة جدا من الشاحنات داخل المحافظة من بداية مرورها عبر أنفاق صحيح مصر من إسماعيلية مرورا بسيناء، ويمكن لو حضرتك عبرتي على الطريق من العريش إلى رفح ستجدي مئات من الشاحنات المكدسة على الطرق وبتأمين كامل من وأنا بنتهز الفرصة وأقدم شكر لقوات الشرطة بصراحة والجيش على تأمينهم لهذه الشاحنات حتى وصولها إلى معبر رفح. ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي التي يقوم بها شباب الهلال الأحمر بإيصال هذه الشاحنات والتنسيق مع الجهات الأمنية، اللي برضه حابب اوجه لهم شكر على الدور اللي بيعملوه لانه الناس ما بتشوفش الا اللحظه الاخيره وهي دخول الشاحنات الى معبر رفح البري، رغم ان هناك جهود معلومه وراء دخول هذه الشاحنات سواء من الجهات المختصه والجهات المعنيه وحتى الشباب لايصال هذه الشاحنات الى الهلال الاحمر الفلسطيني اللي بدوره بقى التنسيق مع الهيئات الامميه بيوصلها الى المنظمات الاغاثيه داخل قطاع غزه. شكرا جزيلا دكتور خالد زايد مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء على كل هذه الجهود، وشكرا على هذه المعلومات.